شوف يا اخي نقول لك حاجه، الشعب الجزائري شعب راجل، والشعب عنده النيف، والشعب ماهوش حقار، والشعب واعي مع مخه. اي مواطن جزائري، ما كاين اي مواطن اللي تهضر معاه يقول لك نحب الحكم الجزائري. صحيح نحبوا الدوله تاعنا الجزائر، بلادنا، جدودنا ماتوا عليها، مليون ونص مليون شهيد مات على الجزائر، لكن على الاسف الشهيد، على الاسف الشديد المجاهدين ام يتعذبوا، ام يتعذبوا في القبر على جال المسؤولين هذوما اللي راهم يديروا في الباطل والمنكر ويقتلوا في البشر في عباد الله. احنا ما عندناش الارهاب في الجزائر، الارهاب في الجزائر هي الدوله الجزائريه هي الارهابيه. انا ما رانيش فيس، انا ما رانيش تاع الفيس، مانيش منتمي للفيس، انا افافاس حزب تاع اي تحمد تاع القبائل، لكن كلمه الحق نقولوها ونديرونسيوها بصوت عالي. الفيس ماهوش قتال، الفيس ماهوش ارهابي، الارهاب في الجزائر هما الحكم الجزائريين، هما الارهابيين. ما عندناش حنا الشعب ما راهوش ارهابي، والفيس ما راهوش ارهابي، فهمتني كيفاش؟ وهاد الناس اللي راهم يستعملوا الفساد صحاب بوتفليقه، وهذا اللي استعمل الفساد اعطاني لي ماي تاع بوتفليقه، بعثت لبوتفليقه باري ماي على السكونه نتاعنا اللي نحاوها لنا على كذا، باش كان عندي امور كثيره راني ما حكيتش عليهم، راني نحكي غير على الفساد. راني ماذا بيا نجي لعندكم المقر ونجيب الملفات تاعي لو نوار سور لو بلون، كل شيء يبان، فهمتني كيفاش؟ لو كان الدوله اللي تحب شعبها وتحب بلادها يخدموها يردوها جنة على وجه الأرض، لكن هادو ما راهمش جزائريين الأحرار اللي راهم حاكمين الجزائر. لو كان جزائريين الأحرار ولدها اللي حاكمينها يردوها جنة على وجه الأرض. نعطيك مثال صغير يا أخي، أنت دارك لو كان ما توقفش ليها وما تحزمش ليها ما تخدمهاش، أنت كي تجيب خدام يخدمها لك، كي يشوفك أنت طالق روحك يبدا يريب لك فيها، أي حاجة اللي تعجبو ينحيها يديها، هكذا هكذاك البلاد تاني. لو كان ولادها اللي حاكمينها يخدموها يردوها جنة على وجه الأرض وما يربحوش العيب مع جيرانهم، فهمتني كيفاش؟ يعطيك الصحة.